إذن الأربعة كيلومترات هي المسافة الرئيسية والمسافة المقررة لأشواط ولانطلاقات صباح هذا اليوم. 20 شوطا هذا هو أولها، وننتظر بفارق الصبر انطلاقة هذا الشوط، وسيكون الموعد بإذن الله في الفترة المسائية مع أشواط الرموز، مع أشواط الفضة والجوائز العينية القيمة. الفترة الصباحية جوائز نقدية 20 شوط، بينما الفترة المسائية الموعد في تمام الساعة 1 من مساء هذا اليوم مع انطلاقة أشواط الرموز. نتمنى التوفيق للجميع. الموعد في الفترة المسائية مع إقامة 22 شوط ستكون في تمام الساعة 1 من ظهر هذا اليوم. هذا هو الشوط الأول للبكار، وهذا هو طليعة أشواط الصباح. ثاني أيام المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. شهد هذا المهرجان إقبال جماهيري كبير، وسجلت أرقام قياسية من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بعدد الهجن المشاركة، حيث بلغ العدد في يوم الأمس وبعد نهاية التسجيل 9700، وأيضا يزيد عن 700 مشارك ومشاركة حضرت للانطلاق في 10 أيام المقامة من يوم أمس وحتى 29 من هذا الشهر. إذن أعداد كبيرة حضرت وتوافدت للمشاركة هنا على أرضية ميدان التحدي، ولكن اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني لها من القدرة وأيضا التنظيمية الكبيرة، اعتادوا دائما على تنظيم مثل هذه المهرجانات الكبيرة والملتقيات الأخوية الشقيقة. نتمنى التوفيق للجميع، وبسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الأعزاء، ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي بمشاركة كبيرة، بمشاركة واسعة من الأخوة الخليجيين، من الأخوة ملاك الهجن من كل مكان. وتنطلق هذه السباقات وهذا المهرجان ينطلق بالتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، على الدعم اللامحدود لرياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول تفجير لجار الله بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، يقدم تفجير على المركز الأول. وفي مقدمة الشوط المركز الثاني تتقدم مطفية أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري على المركز الثاني، ولكن دخول وينخطف المركز الثاني في هذه اللحظات من تتسلل أسطورة. تتقدم لعلي بن راشد بن غانم بن يافور المنصوري على المركز الثاني، ولكن دخول وتسلل وتقدم من قبل التماس لسالم بن علي بن هديب المسعودي، من انطلقت في المركز الرابع وانتقلت إلى المركز الثاني مباشرة. ناخذ المركز الخامس ونكمل ندانا لما على المركز الخامس لسهيل بن سعيد بن محمد بن دنون العامري. هذه النتيجة وهذا هو ندانا الأول أعزائي المتابعين، العودة إلى تفجير وجار الله بن عبد الهادي بن جابر. هذا الشوط وفي المركز الأول، المركز الثاني تتقدم فيه وتتسلل نهبت المركز الثاني نهب وانطلقت وتقدمت. يا سلام، الله، مهير بن محمد بن خميس الكتبي يقدم لنا نهب على المركز الأول. المركز الثاني تتقدم وتتسلل الشادن حمد بن محمد بن سالم بن هويمل العامري، يقدم الشادن على المركز الثاني. الدور والنقلة إلى المركز الثالث مع مخرجنا العزيز، مع مخرج هذا النقل أحمد السادة. نشوف المركز الثالث، هنا نهب مهير بن محمد بن خميس الكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم وتنطلق هنا الحذرة،
بهيمان بن عامر بن قنوش بن محمد العامري. ينطلق شعاره على المركز الرابع المركز الخامس تفجير جابر جار الله بن عبد الهادي بن حسين آل بريدي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، العودة إلى الشادن، العودة إلى الشادن من تسيطر على المركز الأول في الشوط الأول للحقائق البكار في الأشواط الصباحية. انتصفت المسافة يا راعي الشادن، انتصفت المسافة والشادن اليوم تسيطر تمام السيطرة على المركز الأول وتتحكم بزمام الأمور. يا سلام حمد بن محمد بن سالم بن الهويمن العامري ضيفنا العزيز القادم من الإمارات العربية المتحدة مقدما الشادن اليوم. تبشر 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 الشادن بن الهويمن بالفوز، تبشرك بالناموس والعشرة على عشرة يا بن الهويمن. حتى هذه اللحظات الانطلاق ممتاز والموقع ممتاز، حافظ على هذا الموقع يا بن الهويمن. حمد بن محمد بن الهويمن العامري مع المركز الأول، بينما الخطورة أراها من نهب مهير بن محمد بن خميس الكتبي يقدم نهب من نهبت المركز الثاني المركز الثالث. تتقدم هنا صدمة سند بن خميس بن خليفة بن خميس العمري على المركز الثالث المركز الرابع. وصلت وانطلقت الحذرة بهيمان بن عامر بن قنوش العامري على المركز الرابع. المركز الخامس تصل وتتقدم فيه الشاهينية فرج بن حمد بن علي آل بريس المري. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى والعودة إلى الشادن. يا السلام في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ذراه. 1200 متر نقترب من لوحة الكيلو متر الأخير والشادن ما زالت على المركز الأول على صدارة الشوط. حمد بن محمد بن سالم بن هويمن العامري يقدم الشادن على المركز الأول. الكيلو الأخير نهب على المركز الثاني نهب والشادن. الشادن انطلقت في المركز الأول كما ذكرت بأنها تبشر مالك هذا الشعار، تبشر بالناموس، تبشر بالفوز اليوم بالتهاني. الشادن انطلقت ولكن دير بالك أرى المركز الثاني صدمة، تتحرك صدمة، تنطلق صدمة في هذه اللحظات على المركز الثاني. سند بن خميس بن خليفة العمري ضيف عزيز عاني من سلطنة عمان على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية فرج بن حمد بن علي آل بريس على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت وانطلقت نزهة عبد الله بن علي بن سليم بن علي العويسي. يا سلام يا نزهة يا سلام يا نزهة. المركز الرابع حاملة الرقم 49. عموما العودة إلى مقدمة الشوط. لا 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 الشادن 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 معها المركز الأول وصدمة تحاول وصدمة تحاول ونزهة نزهة والشادن وصدمة. الشادن الشادن بن هويمل اللحظات الحاسمة 200 متر بس وتحركت نزهة تحركت نزهة نزهة الشادن الشادن. يا سلام ولع الشوط ولع الشوط. نزهة الشادن الشادن نزهة نزهة اللحظات الأخيرة نزهة تختطف المركز الأول. تهاني لعبد الله بن علي بن سليم بن علي العويسي على فوز نزهة بالمركز الأول واختطافها لناموس الشوط. المركز الثاني شادن حمد بن محمد بن سالم بن هويمن العامري. المركز الثالث صدمة لسند بن خميس بن خليفة العمري. المركز الرابع وصلت فيه نداء لسعيد بن محمد بن سالمين المزروعي. المركز الخامس الريانة لمحمد بن سعيد بن ناصر بن مشيط المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، بينما الجوائز النقدية القيمة للعشرة المراكز الأولى. وأتت نزهة في الوقت القاتل والوقت الحساس لتختطف وتنتزع المركز الأول معلنة تسجيلها وحضورها لناموس الشوط واختطاف نقطة هذا الشوط الرئيسي الصباحي. تهانينا لعبد الله بن علي بن سليم عبد الله بن علي بن سليم بن علي العويسي على الفوز. 6:11:8 من الثانية هذا هو توقيت نزهة. تهانينا يا بن سليم على هذا الفوز. المركز الثاني
وصلت الشادن 6 دقائق 11 ثانية، 8 أجزاء من الثانية فوتو فنش، ولكن واضح تقدم نزهة في المركز الأول. الشادن ما قصرت، قامت راس حتى أتاه التغيير في الأمتار الأخيرة. تهانينا لمالك الشادن حمد بن محمد بن سالم بن هويمن العامري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت صدمة 6 دقائق 12 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس لمالك صدمة سند بن خميس بن خليفة بن خميس العمري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الأعزاء، هكذا انتهت أحداث شوطنا الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، والكلمة أحيلها في